عليكم حبوباتي، تنتمنى تكونوا كلكم بخير بصحة وعافية، ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد روتيني من الصباح حتى المساء، ولكن ماشي لكل يوم روتيني من الصباح حتى المساء نهار الاربع. فاش ماشي يقراوش الدراري؟ نعم حنايا نهار الاربع ما بقاوش يقراو الدراري، او روتيني ايام العطلة الصغيرة. نحن دابا الان في ايام العطلة الصغيرة، وغادي نوري لكم ان شاء الله كيفاش غادي ندوز او كيفاش داز هذا النهار. هذا النهار هذا المليء بالافكار، بالحيل، بالشهوات، بالمفاجآت واشياء اخرى. نتمنى حبيباتي هذا النوع من الفيديوهات ينال اعجابكم. تنرحب بجميع الاقتراحات نتاعكم، اقتراحات اللي تشوفوهم على قناتي اكتبوا لي شي في التعليقات، ويلا نبداو على بركة الله. كما شاهدتم معايا في هذا الروتين، ما كنت
درت عليكم الهضره، حاولت نغير شي شويه من طريقه الروتينات الاعتياديه او الفلوقات اللي تنجرهم على القناه، والحوايج اللي محتاجين للشرح راه غادي نشرحهم لكم، والحوايج اللي ما محتاجينش للشرح غادي ندير لكم غير الموسيقى. من بعد ما نط جمعت شي شويه الكوزينه، رديت للمعلمه كانت عمر رديتها النص، ولكن النص الاخر ما شفتوش راه مخبي، غادي نردو من بعد. تنصيب اما قهوه اما شوكولا. الان انا يا تنجرب هذا ديال ميلكا زوون، راجلي شراه وعجبني، ومره مره تنخذ منه وتنديرو في لاماشين ديال القهوة، تنخبط واحد طريف ديال الكيكه اللي فيه واحد شويه كيكه ديال السكر، تنصيبها بنفسي وتنفطر في الصباح على خاطري في هذه الاثناء داري باقي ما نايضينش، تنوض انا الصباح بكري واخا في العطله تنوض شويه بكري على الاقل الا كانت عندي شي حاجه اللي بغيت نخدمها على اليوتيوب او اللي بغيت نقضي اشغالي بكري، خاصني دائما بكري. وانا نايضه بكري تنشوف في نفسي الوقت لاباج ديالي ديال انستغرام دائما هي الاولانيه، تنشوف التصاور نتاعي، تنشوف التصاور ديال الناس اللي انايا مشاركه عندهم، تندير بزاف الجيم، بزاف ديال البنات، بزاف ديال اليوتيوبر اللي انايا تنتابع على الانستغرام، وتنشوف انايا لي كومونتير ديال البنات اللي خلاو ليا، تنجاوب على بعض الاسئله الخاصه، بعض الاسئله اللي تخصو سواء بالتجميل او تخصو بالكوزينه بالتنظيف بالشيوات، المهم تنحاول نجاوب على قدر الامكان بزاف ديال الناس، وندير لكم قلوب على لي كومونتير نتاعكم. تابعونا على الانستغرام، الانستغرام ديالي راه هو سوما تي في، وتنكون فيه تقريبا كل يوم، ديروا غير سوما تي في على جوجل غادي تدخلوا ليه ديريكتومون. ومشيت عاوتاني تنجمع المعل ديال الكوزينه، كما قلت لكم بان غساله ديال الاواني راه باقي فيها اواني، خاصني نخرجهم وندير فيها عاوتاني اواني وحدين اخرين. واليوم نهار كبير، غادي نتوصل بواحد الحاجه عزيزه على جميع السيدات وخصوصا الحادقات، وهاد الحاجه هادي تنقسمها انا وياكم بكل حب. نزيد عليا البينوار تاعي لحقاش هاد راجاني شو شويه بارد، نفيق الدار نفطرهم وهاني معاكم. البنات ما تديوش عليا في هذا الفيديو هذا، تندفي من هنا خري، دازت عليا هاد الايام بالرواح، الله ينجيكم. دابا هادي هي البدايه ديال المرض، وهادي هي الاولى اللي بغيت في الدار. دونك بالنسبه الشيء اللي شريته للمطبخ نتاعي الجديد ديال المطبخ نتاعي، هو عباره عن روبو فيه بزاف ديال الاشياء، روبو تيدير بزاف ديال الاشياء خاص بالكوزينه خاص بالمطبخ. بعد تفكير طويل وبعد قراءة جميع التعليقات نتاعكم، قراءة جميع النصائح نتاعكم، بعد تنشكر جميع البنات اللي خلاو ليا معلومات خاصة بالروبويات ديال الكوزينه، قلت لكم قولوا لي شي حاجه اللي هي زوينه تعطوني بزاف ديال لي مارك، وانا بحثت عليهم. بغيتي تشري شي حاجه تنصحكم، بغيتي تشري شي حاجه قلبوا عليها، ماشي لحقاش اليوتيوب قالت لكم راه هذه راه زوينه او خايبه، قلبوا عليها في مواقع. انا خدت الاراء نتاعكم وحيت بهاد الروبويات تيكونوا شو شويه تمام تاعهم غالي، مشيت عاوتاني خرجت من اليوتيوب ومشيت تنبحث في مواقع اخرى وتنقرا على هذا على هذا على هذا على هذا على هذا. وهاد لا مارك هادي كانت من احسن لي مارك اللي الناس تيقولوا بانها راه زوينه وتتصدق وتدي مده طويله في الكوزينه. كاينه هاد لي مارك بوش، وكاينه وحده سميتها كيتشند. دونك بالنسبه للماركه كيتشند غادي نقول لكم بانها شو شويه الثمن تاعها قل من هادي. علاش؟ لحقاش هادي فيها بزاف ديال لي زاكسيسوار، غادي نفتحوها الا خرجت ليا من فمي غادي نفتحها غادي نفتحها انا وياكم باش تشوفوا معايا ان شاء الله لي زاكسيسوار اللي شريت. وكما نتوما فتوني في الفيديوهات نتاعي الفارطه وقلتوا لي بزاف ديال لي مارك، يمكن انا راه غادي نفيد انايا بعض السيدات، غادي نشوف على انا اللي عجبتني، راه عرفتوا من معدي الصراحه عجبتني ما عجبتنيش، ولكن تنظن بانها خاصها تعجبني. هاني حليتها، هنايا كاين واحد الكتاب هاهما هنايا، كاين كتاب بالفرنسية و جو بونس واحد بالونجلي، كيفاش تركبي القطع، نقدر نلقاو في الأول. و
هنا لومبالاج، وهذا لومبالاج فيه بعض الاشياء. انا راه ما كنعرف والو في هذا الشيء، دونك الا عندكم اي فكره او نصائح البنات قولوا لي في التعليقات. دونك كاين هذه التويشيه هذه اللي ما عرفت لاش تليق، غادي نقلب عليها. شفتوا معايا؟ يمكن هذه اللي تدير بها الحلوه جو بونس. حيدها كاين عاوتاني هاد التويشيه هادي، هيا هادي يمكن العجينه ديال الخبز. لا يمكن على ما اظن بانها العجينه ديال الخبز. وها هو الروبو، وها هو الروبو داير بحال هكا. دورا خاصني نلقى لي حتى البلاصه في الكوزينه، حتى البلاصه في المطبخ، خاصني دابا نخوي شي بلايصه تبقى فيه. قول لي كيفاش جاكم الروبو؟ فريمون زوين. هذوك ديال لي مارك الاخرين كاينين فيهم ملونين، مي هذا ما لقيتش فيه الملونين، يعني كاين غير هذا اللون هذا صافي. البنات شوفوا معايا هذا القنص درتها حدا البوطه. المهم هذا اقتراح الاول، غادي ندير لكم عاوتاني واحد الاقتراح ثاني، وقولوا لي نتوما في التعليقات فين جات احسن، واش جات في القنت الشمالي او جات في القنت الجنوبي. كنت بين نديرها في البلاصه ديال الميكرووند، ولكن ما عنديش مساحه كافيه الا درتها في البلاصه اللي فيها هي دابا. مثلا نهزها هي ونحطها في البلاصه ديال الميكرووند، ونهز الميكرووند ونحطها في البلاصه فين كاينه، ما كاينش واحد المساحه اللي هي كافيه. بيت نعاود نزيد حدا لافابو، قلت الناس يغسلوا يديهم، كل واحد غادي يبدا يجي يرش فيها، يعني ما لقيتش واحد المكان اللي هو مناسب اللي انا يمكن نخلي فيه الروبو. بلاتي نوري لكم علاش تندوي، باقي تنصايب ونقاد. المهم هنايا كنت بغيت نديرها هنايا، ولكن الا درتها هنايا الميكرووند ما عندوش مساحه كافيه هنايا، دونك هنايا درتها على الطول. هادشي كنت عاوتاني بغيت نهزها ونحطها هنايا فهاد القنت هذا على الطول، ولكن جات حدا الغسيل اللي بيغسل يديه اللي بيغسل المعن، كلشي غادي 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 تجي فيه، يعني ما غادي يرشوها غادي ما غاديش، ما عندهاش واحد المكان اللي هو خاص. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ ما كاينش واحد المكان اللي هو خاص اللي تبقى فيه بلا ما يرشها شي حد، بلا ما يقيسها شي حد. وقع عفره بحال الماكينه تدوز سنوات وصافي تيخسروا، ولكن حي دائما حي تشري شي حاجه جديده تتبغي تهلاي فيها وديها فواحد المكان زوين وتحد ما يقيسها وتحد. المهم حنا السيدات راه تنتفاهموا مع بعضياتنا. لا ما جاش زوينه هكا، كنا رجعتها لبلاصتها احسن، رجعها لبلاصتها احسن لحقاش هكا جات كثيره مع الميكرووند. هاد القنت هذا حيت منه الماكينه الروبو ودرتو في هنا. قولوا لي في التعليقات كيفاش جا، ما عرفت انايا جاني عامر، يعني الا بيت نختار بين الاول والثاني والثالث غادي نختار الاول. قولوا لي نتوما واش الاول واش الثاني واش الثالث. نوريكم بعد هاد القنت. بعدا هاد القنت هذا فيه هذه الاشياء، دونك خلاص بالنسبه للجوله في مطبخي راه درتها لكم انا على القناه كلشي بلي ديتاي في البلاكارات. دونك بالنسبه لهادو دايره فيهم لي بات، هنايا فاش ندير الكيكه، هنايا الروبو، وهنايا ماكينه ديال القهوه، وهنايا فاش ندير الكيسان والصبوره ديال لي كورس، وهنايا لي فخوي، وهنايا فاش ندير الشكيوات ديال اتاي والسكر. المهم اللي بغى زعما باش يكون كلشي حدا القهوه. المهم بان هاد الماكينه هادي ما جاتنيش زوينه حتى فهاد القنت. يمكن عرفتيش غادي ندير لكم البنات، غادي نرجعها للقنت الاول هو اللي تنشوف بانها جات احسن في القنت الاول، وانتم قولوا لي الاقتراحات نتاعكم لتحت في التعليقات. كما شاهدتوا معايا هنايا درت خمسة ديال البيضات، 230 غرام ديال الزبدة، و 230 غرام ديال السكر. فوالا كيفاش دابا غادي نشعلوها من هنا.
هنايا كاينين فيتيس واحد وجوج وثلاثة، زيد ونقص. صافي دابا كنظن هنايا درت الورق ديال الفران، درت فيه شو شويه ديال الزيت وشو شويه ديال الدقيق، وغادي ندير لاجينوس هنايا في الفران. وبالنسبه للفران غادي نديرو على درجه 170 درجه 45 دقيقه. دابا غادي نمشي نصيبو الكريم، غادي نحاول نتيستيو مع بعضياتنا الكريم، نتيستيو لاجينواز، نتيستيو بزاف ديال الاشياء، وتا انايا تنشوف فريمون لحد الان بعدا الحمد لله. هنايا غادي ندير لا كريم ديالنا وغادي نديرها في الروبو، غادي نشوف واش سي بون ولا لا. بالنسبه لا كريم عندي 250 غرام ديال الشوكولات مع 150 ملغ ديال لا كريم اللي درتها هنايا طبخات، شفتوا معايا. غادي نديرها هنا في الروبو، وغادي ندير معها الشوكولاته. كما لاحظتوا معايا بدلت الطراس، دونك هذا ديال لي كريم باش تصايبي لي كريم. بالنسبه للكريمه اللي غادي نديرو من الفوق، هنايا عندي 250 غرام ديال السكر كلاصي، 250 غرام ديال الزبده، وهنايا كما تشوفوا الشوكولاته البيضاء درت فيها 50 غرام. نقول لكم ما ديروش الشوكولاته البيضاء غير باش تعطيكم واحد الكو ديال الشوكولاته، زدوا فيها شي شويه ديال الشوكولاته البيضاء او الروح ديال الشوكولاته البيضاء، او خليوها غير بالزبده والسكر. وغادي ندير هذا، يمكن لي ندير هذا، يمكن لي عاوتاني ندير هذا، ياك ما عرفتش، هذا سؤال لكم. المهم انا غادي ندير هذا. ومن بعد ما طابت الحلوه خرجتها من الفران وخليتها حتى بردات، ودرت فيها الشوكولاته اللي صايبت، وغادي ندير في الجناب ومن الفوق الكريمه، وغادي نزينها بشو شويه ديال اللوز مهرمش ومقطع الى قطع صغيره. ودابا تنقطع هذا القطع لميساء ويانيس، تنقطعهم الوداد. جربوا هذه الوصفه، هذه وصفه اللي هي سهله جدا، والمقادير تهما راه قلتهم لكم. بالنسبه للدقيق المقادير على حسب، درتو على حسب الخليط، غير باش نشوف واش الماكينه فريمون تتزرب ليا في الشغل ولا لا. وفريمون الماكينه اللي هي تتزرب ليا في الشغل بزاف بزاف بزاف. قولوا لي كيفاش جاتكم الحلوه، وان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندير لكم حلاوي وهما، وغادي ندير لكم اشياء شهيه، وغادي ندير لكم شهيوات ان شاء الله غادي يجيو على القناه. دابا ما تنكثر لكمش من الشهيوات، لحقاش انا في فتره ديالت ماشي الريجيم، ولكن تنرد البال داكشي اللي تناكل، ولكن ان شاء الله راه غادي يجي بزاف ديال الشهيوات، سواء شهيوات الملحه سواء الشهيوات اللي تيكونوا سكري، غادي يكونوا على قناه السومة. هذا الروتين للكلاب ودا خاصني ندوي لكم على هاد لابواط، هادي اللي هي غزاله جدا، توصلت بها هاد الاسبوع هذا من عند لا مارك تشيرز. دونك غادي نشرح لكم انايا الكونسيبت ديال هاد لابواط اللي تتسمى فاميلي ميموري بوكس. هي عباره عن بواطه تتكوموندها من الموقع. هاد البواطه هادي حيت تتوصلك بحال هكا، كاين كل اللون الغوز، وكاين هاد اللون هذا او اللون الابيض، وكاين المهم كاينين جوج ديال الالوان. في الوسط نتاعها فيهم هاد العيبات هادو اللي نتيا تتلصقيهم دايرين بحال هكا، و تيجيك معاه واحد لونفولوب. هاد لونفولوب هذا اش فيه؟ فيه واحد الكود، هذاك الكود مكليك بيه تكومونديو الى غايه 100 تصويره في العام. تسمعوني مزيان يا البنات، 100 تصويره في العام يمكن لكم تكومونديوها، وكل نوبه تتصلوا بالتصاور نتاعكم، كل نوبه تديروا التصاور نتاعكم في واحد الوقت. مثلا العام كله تشريها في بدايه العام، هنايا مثلا تدير التصاور اللي درتي في
اكتوبر ديسمبر، تصور اللي درتي في راس العام، تصور اللي درتي في العطله الصغيره، تصور اللي درتي في العطله الكبيره، او بغيتي تشريها مثلا للولد نتاعك. عندك بزاف ديال التصاور بغيتي ديري عاد الشهر الاول الشهر الثاني، هو غادي تيكبر بشويه تيكبر بشويه تيكبر حتى تعمرها. راه عندكم 100 تصويره والثمن تاعها راه جد جد مناسب. دونك هذا فيما يخص الميموري بوكس. انا من بعد ما توصلت بها بيان سور كوموندي التصاور اللي ها هما وصلوني. دونك تصاور تقريبا خدت التصاور ديال هذا العام على حسب التيم ديال يوتيوب. دونك غادي نوريهم لكم غير ويتفي. دونك بالنسبه لهذه راه عرفتوها، بالنسبه لهذه حتى هي التصاور ديال فاش درت التوتوريال ديال سميتها ديال كاجول. شحال هذه ما درت لكمش التوتوريال الماكياج، وانا تنتاسف على هذا الشيء. المهم راه بديت الموسم بشويه بشويه، وان شاء الله غادي نرجع بشويه بشويه الفيديوهات كاع اللي نتوما تطلبوا ليا للقناه. هنايا التوتوريال ديال ما عرفت واحد الممثله حتى هي تركيه، هنايا ديال حنان الخضر. دونك راه بزاف منكم عجبو هذا الفيديو هذا. عاوتاني هذا ديال حنان الخضر. دونك هذا كنت صورتها في العام اللي فات. شابو بزاف منكم مشبهني لواحد الممثله ما عرفتش ما بقيتش عقلت عاوتاني اسميتها. هنايا فاش مشينا انا واختي والابنان تاعتها والعائله تاعتي الصغيره، مشينا باش شفنا الاكواريوم الكبير ديال الحوت. هادو التصويرات ديال ميسا. دونك هذا الحفل ديال التخرج ديال العام اللي فات، المهم خلاص ديال هذا العام، العام الدراسي اللي فات. بالنسبه لي بوكل ديال ميسا، خلاص هذا الفيديو هذا راه درتو لكم للحصول على شعر اللي هو بوكلي بحال هكا، راه غادي تلقاو الفيديو على القناه. وبالنسبه لهادو فهما عباره عن لوكات نديرهم لكم، وهاد التصاور هادو راه كلهما راه غادي تلقاوهم على الانستغرام. بالنسبه للبنات اللي هما ما متابعيناش على الانستغرام راه غادي نخلي لكم الروابط ديالهم لتحت في صندوق الوصف. كاين هاد اللوك، عاوتاني كاين هاد اللوك، كاين عاوتاني هذا، كاين عاوتاني هذا اللي نال الاعجاب العديد منكم، كاين عاوتاني هذا. وهادي في السفريه ديالتنا للسود ديال فرنسا في هاد العطله. هاد العطله هادي اللي دازت فاش كنت انا والام نتاعي والاخت نتاعي، درت لكم فلوغات تا هما راه غادي تلقاوهم على قناه سوما. مصادر التصويره عاديه فيها ماما والوليدات، خلاص هادي زوجي عائلي. دونك بالنسبه ليانيس، يانيس تاهو هذا لكم لوك بوك، خلاص هادو جوج معودين. هذا لوك بوك الصيفي، هذا عاوتاني تصورناهم فاش كنا في فرجازات في المغرب انا وزوجي ويانيس عاوتاني. و القفطان او التكشيطه اللي لبستها في لبسها هذا العام هذا، اللي راه بحال هكا ديال المصممه حنان السعيد. و المكياج جزائر بحال هكا. قولوا لي كيفاش جاكم التصاور تحت في التعليقات، فريمون تيخرجوا التصاور اللي هما زوينين. هنايا فجات عندي اختي فاش كانت حامله بنيله، تصورنا جات عندي في البرد. وهاد التصويرات ديال انوس فاش كان شي شويه باقي صغير، هادي حتى هي ديال انوس. وهادو ديال الدراري ميسا ويانيس. عاوتاني للتذكير البنات اللي عندهم تقريبا السن ديال ميسا اصغر بشويه او اكبر بشويه، سيروا القناه ديال ميسا. راه دابا ولات ديال الفيديوهات نتاعها بوحديتها، وكاين الروتينات وكاين الفلوغات وكاين لي اول وكاين تدوي شي شويه على الدراسه. القناه نتاعها باللغه الفرنسيه هي اللي تديسيدي هي تدوي كما بغات، والحمد لله نالت اعجاب العديد منكم. غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه نتاعها لتحت في صندوق الوصف. غير البنات الصغيرين الا كنتو سيدات بعقلكم بحالي بلاش ما تمشيوش حيت ما غاديش يعجبكم الحال. وهذه عاوتاني صورتها في 2017 نفس الشيء، هذه الصوره ديال 2017. التصويره هذه صورتها غير مؤخرا، دونك غادي تشوفوها في واحد الفلوك من الفلوكات. دونك هذا بما يخص تصاور، وغادي تقبصي تصاور مثلا نتاعك. دونك غادي نديرهم على حسب لي تيم. غادي ندير انايا التصاور نتاعي هنايا اللي داري فيهم مثلا لوكات، هنايا التصاور العائليه
عندكم 100 تصويره. يمكن لكم عاوتاني تقبطوا الميموري بوكس اللي فيها اكثر من 100 تصويره، ولكن تزيدوا عاوتاني شي شويه ديال الثمن. دونك هذا بما يخص هذا الكونسيبت ديال هاد لابواط، هذه اللي هي رائعه جدا، ما خصكمش تفلتوها. هي عندنا واحد ليماج، هاد ليماج هادي دايره بحال هكا، فيها هاد الديناصور، وهنايا كاينين النقط اللي يعني سلولهم في المدرسه وغلفوا. هذا من الاحسن يكونوا عندكم جوج من هاد الاشياء ديال ممكن لكم نتوما تصايبوهم في الدار. وهاد اللعبه هادي السن ديال يانيس باش تفتح ليه الدماغ نتاعو وباش تمكنوا من الحساب. كيفاش نلعبوا في هاد اللعبه هادي؟ هنايا عندنا دي، دي داير بحال هكا، وهنايا عندنا لا بادامودلي، ما عرفتش يقولوا ليها بالعربيه العجائن او العجانه، دايره بحال هكا. يمكن لكم عاوتاني تلعبوا بالحجر، حجر صغير. دونك تتقبطوا هادي دايره بحال هكا، و هو الدري الصغور تيقبض هادي كيديرها هكا، تنقول تقولي لي انت شحال كاين، هو خاصو يشوف شحال كاين ويحسب. كاين واحد تيقبض واحد شويه من لابادامودلي، كيدير ليها هكا و تيعمر واحد البليصه من الدراغون. والاول اللي عمر الدراغون الاولاني هو اللي ربح اللعبه. دونك هذه فريمون فكره من الافكار او الحيل اللي تيديروها في المدرسه ديال تيانيس باش يفتحوا لهم الذهن نتاعهم. دونك نتمنى هذه الفكره هذه ديروها الا عندكم وليدات قد تيانيس، عوض ما يلعبوا بشي حاجه او يتفرجوا في الرسم المتحركه النهار كله. دونك هاد اللعب هادي راه زوينين. هاتي لو مونتر يانيس كومون تي جو دابور يدي وي ا كومبيان دو نو كومونس با با دو بار دو اون كومونس بار كوا ان علي فازي وي دو وي اي تروا وي اون في كومون اي لا سان بي ترو كرو لا Mais c'est pas grave. C'est bon comme ça. Oh oui, c'est bon. Il va prendre tout le temps. Voilà, c'est bien. Maïssa, d'abord, d'abord, dis elle Maïssa. Vas-y. Je trace Maïssa, je vais me voir là. 5. Maïssa, tu as mort 5. Ou à d'accord, les gars, tu as mort l'oulani. Ou à l'heure, tu as mort l'oulani. حبيباتي كيفاش جاكم هذا الفيديو هذا؟ ما تنسوا الى عجبكم خليوا لايك لهذا الفيديو هذا، شاركونا التعليقات نتاعكم، الافكار نتاعكم، الحيل نتاعكم. هذا الفيديو هذا كان مليء بالعده ديال الاشياء، وغادي ننتظر التعليقات نتاعكم في التعليقات. دمتم في رعايه الله، ونلقاكم ان شاء الله قريبا مع فيديو جديد على قناه سوما. الى اللقاء.